السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى مشفوعا بالتوحيد والتقديس، حمدا لله الذي خص نبيه وأهل بيته عليه وعليهم السلام، عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم، بالاجتباء والإصفاء والتطهير والتكريم، وأمر بالصلاة عليه وعليهم كما أمر بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعل معرفتهم براءة من النار، ومحبتهم جوازا على الصراط، وولايتهم أمنا من العذاب الأليم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي هو على خلق عظيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى ذريته وأهل بيته وعترته الذين بذكرهم تستدفع نوازل البلاء والضرر، ويستعاذ بهم من سوء القضاء وشر القدر، ويستنزل بهم في المحول نوافع المطر، ويستقضى بهم على غلبات اليأس وجوامع الوطر. جمال الأرض كانوا في الحياة، وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. أبتدئ تهنئتي إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وإلى الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات الحضور بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأبتدئ قولي في مقدمة أو قول لأبي ابن أبي الحديد، حيث يقول: ما أقول في رجل تحبه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة، وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة، وتصور ملوك الفرنج والروم صورته في بيعها وبيوت عبادتها، وتصور ملوك الترك والديلم صورته على أسيافها. وما أقول في رجل أقر له أعداءه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله، فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريف عليه ووضع المعايب والمثالب له، ولعنوه على جميع المنابر، وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرى، حتى حضروا أن يسمى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلا رفعة وسموا. وكان كالمسك، كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم يتضوع نشره، وكالشمس لا تستر براح، وكضوء النهار إن حجبت عنه عينا واحدة أدركته عيون كثيرة. وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة، وتنتهي إليه كل فرقة، وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها. أبا حسن، تفديك نفسي وأسرتي ومالي وما أصبحت في الأرض أملك. أبا حسن، إني بفضلك عارف، وإني من هواك لممسك، وأنت وصي النبي وابن عمه، وإنا نعادي مبغضيك ونترك مواليك ناج مؤمن بين الهدى، وقاليك معروف الضلالة مشرك. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبتدئ حفلنا هذا المتواضع بحق أمير المؤمنين في قصيدة من الشعر الفصيح لشاعر أهل البيت، الشاعر الأخ والصديق الذي لم نراه منذ أكثر من 25 سنة، بفضل الله الآن التقيت به، الشاعر الكبير وحيد خيون. نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدد مسارك فالمناخ تبدل، واسجد لآدم في الغري وكربلا، ولتخشى يوما أن تقول حجارة هذا الإمام وأنت يوما قلت لا، وعلى يقين أن أمرك مخجل لكن من جاف الحياة لن يخجلا. حدد مسارك فالدروب كثيرة ولكل عقل مستواه ليعقلا. يا سيدي وأنا وقفت مكبلا أن أنتقي الكلم المثير فأفشل، حيث الكلام يراك أعظم منزلا مما أقول وقد ظلمت لأعدلا. فرأيت أن أدعوك وحدك سيدي أن تزعف الرجل الموسد أرجلا، ولقد هربت من الكلام لنقصه في حضرة الرجل الأجل وأفضل، وكأنما كل الكلام بطوله وبعرضه لم يظهر إلا مجملا. يا من علوت فلا يرى لك موضعا في قلبه من كان يجلس أسفلا، كان النهار يمر دونك مطربا والليل كان يمر قبلك أطولا، ولكل من عرف الإمام تعارفت آفاقه ليصير شخصا أجملا. ليست مصادفة ولدت بكعبة، ما كان قبلك من حماها مقبلا، شهد الجميع بمكة يا كلها كنت الكريم المستقيم الأنبلا، كنت الحبيب إلى الحبيب ونفسه رسل المدار معدلا ومؤثلا، كنت الشجاع وفي أمانك أمة قتلتك عزلا قبل قتلك أعزلا. كنت الحبيب إلى الحبيب ونفسه رسل المدار معدلا ومؤثلا، كنت الشجاع وفي أمانك أمة قتلتك عزلا قبل قتلك أعزلا، ونزلت قرب العرش تفتح عالما حتى على الرسل الأكارم مغفلا. ليست ولادتك الحقيقة هذه، بل قبل آدم كنت أنت الأول. وإذا النبات شأ العيون بلونه فكفاك فخرا أن تكون السنبلة، ومن البلادة يجعلون منافسا لك في الحياة، ومن البلادة يجعلون منافسا لك والحياة غدت لنعلك محملة، والشمس ردت إذ أمرت لعلمها. طبعا آسف ما أقدر أشوف زين الحروف، معلش النظر ضعيف. والشمس ردت إذ أمرت لعلمها يوما تحاسبها الحساب الأعدل، ولعلمها أنت القسيم وفي غد تدع الوقوف لمن عساك مطولا. يا سيدي يا كل شيء في دمي، يا من حروفك جئنا من وحي العلا، ولأن علمك في السماء مفصل قد جاء علم الأرض منك مفصل، فلنا من الحكم الكثيرة مرشد ما كان يترك في الفصيل مغفلا، ولنا حصاد من زروعك تزدهي مك السنابل لو لمحنا المنجلا. علمتنا ألا نخادع مبغضا، علمتنا ألا نخادع مسرفا في بغضنا، وأمرت ألا نقتلا. علمتنا الإيثار تمنح سائلا قوت العيال، فكان درسك مثقلا. علمتنا الحب المعتق بالتقى، ولكل فكر أن نصون ونقبل،
علمتنا أن نشارك جارنا في كل شيء بل نشاطره البلاء، لكن غيرك ظل يامر حزبه أن يزرعوا في باب جار قنبلة. علمتنا نحمي الدخيل وغيرنا ذبح الدخيل مكبرا ومهللا. هو كل دين غير دينك باطل وطعام غيرك لن يكون محللا، لكنها فتن تشيط بأهلها والدرب مسدود وكنت المدخل. ونرى غدا حيث المدارس أقبلت وسيطلبون من الجميع معدلا. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونرى غدا حيث المدارس أقبلت وسيطلبون من الجميع معدلا، فإذا رسبت فهل دخلت مصليا وخرجت في درس الولاية مقبلا؟ يا سيدي لا أدعي أني غدا لولاك كنت من الجميع الأمثلة، لكنني سببا أرجح أنه يسجي السحاب مساقيا ومضللا. إن الذي يهوى عليا ها هنا متعذب وغدا يكون مدللا، فسلام قلب والمسلم عاشق حد الوريد ولن يحيد ويرحل، وسلام روح والسلام مجدد ما جاء ليل أو نهار أقبل، وسلام جسم في جوارك قبل أن يأتيك في وادي السلام معطلا، وسلام حب قد بعثت نيابة عن هؤلاء الحاضرين ممثلا. لا تنتهي هذه القصيدة قبل أن أجد الجميع مع الحسين مسجلا، وأقولها وأنا بكامل قدرتي. طلقت كل الآخرين العذلة وقبلت نورك يا علي كما بدا أسمى أجل أشد أتقى أكمل، وإذا تبدلت الملامح كلها في العالمين فلن أكون مبدلا. وأقولها للظالمين مجددا ولكي يجنبني اللسان الأطول، عند النبي محمد هو أولا وعلي عند محمد هو أولا. والسلام عليكم. جزاك الله خير الجزاء على هذه. عن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب عليه السلام القصر فوجدته جالسا وبين يديه صحيفة، تصغير لصحيفة، فيها لبن حازر أجد ريحه من شدة حموضته، وفي يديه رغيف أرى قشار الشعير في وجهه، وهو يكسر بيده أحيانا فإذا غلبه كسره بركبته وطرحه فيه. فقال: أدنوا وأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها. قال: فقلت لجاريته وهي قائمة بقرب منه: ويحك يا فضة، ألا تتقين الله في هذا الشيخ؟ ألا تنخلون له طعاما مما أرى فيه من النخالة؟ فقالت: لقد تقدم إلينا أن لا ننخل له طعاما. قال عليه السلام: ما قلت لها؟ قال: ما. فأخبرته. فقال: بأبي وأمي من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز 3 أيام حتى قبضه الله عز وجل. المشاركة الآن إلى سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد العلامة سماحة علي الميالي، نستقدمه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في هذا المكان المبارك لإحياء ذكرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ذكرى الولادة الميمونة التي جعلها الله عز وجل الوحيدة في تاريخ التوحيد أنها في بيته العتيق، في بيته المحرم، وهي إشارة واضحة لما لعلي سلام الله عليه من دور مستقبلي في إرساء أسس التوحيد، إذ من الواضح لمن قرأ تاريخ البيت العتيق ومتى بني وكيف بني ولأي غرض رفعت قواعده، فإنه سيجد أن هذه الأحجار الكريمة أسست ورفعت منها القواعد لتكون منارة لتوحيد الله تبارك وتعالى، ولتحتوي تلك البقعة المباركة على الآيات البينات التي أشار إليها قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فللعلاقة بين علي سلام الله عليه وما له من المستقبل في الدفاع عن التوحيد الذي دعا إليه أنبياء الله والذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لولا علي وأبناء علي صلوات الله عليهم أجمعين لذهبت جهود الأنبياء كلهم أدراج الرياح، ولا ذهبت جهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدراج الرياح حين عادت الجاهلية من جديد لتقصي عليا، إذ أقصته جسدا، ولكن علي سلام الله عليه كانت له السابقة كما تعلمون، كانت له السابقة حين آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحين دافع عنه وهو صبي صغير لما يبلغ الحلم، حين كانت قريش تغري بسفهائها وبأطفالها بالاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي هو المدافع الأول عن رسول الله، إذ كان يشد فيهم ويمنعهم من أذية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنه حين هاجر النبي وخلف عليا في مكة ليبيت في فراشه وليؤدي عنه أماناته ودينه، ثم ليحرس من بعده عياله ويأتي بهم إلى المدينة المنورة محفوظين ومعززين ومكرمين بقدرة الله وإشاءته وبقدرة علي
وما مثل من شبح مخيف ومرعب يملأ قلوب المشركين، وقد تبين لهم ذلك في مبيت علي سلام الله عليه على فراش النبي. كان علي هو المدافع الأول عن التوحيد والعبادة الحقيقية، ولذلك ظنوا أنهم عندما أقصوه أن جاهليتهم ستعود بعودة الحكم الأموي، بعودة الجاهلية الأموية والعصابة الأموية بعودتها مرة أخرى عبر مؤامرة السقيفة، أن كل شيء سيعود إلى مكانه، ولكن إشاءة الله تبارك وتعالى شاءت أن يحفظ التوحيد بعلي سلام الله عليه وبأبنائه وبدماء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فالتوحيد هو توحيد علي وتوحيد أبناء علي، والعبادة الحقيقية هي عبادة أمير المؤمنين سلام الله عليه لا عبادته. توحيد علي هو التوحيد، لا التوحيد المزيف الذين ينطلقون من خلاله إلى عبادة الذات وعبادة الأهواء، وينطلقون من خلاله كما نشاهد إذ هي المدرسة المدرسة والتعالى القاعدة القاعدة، ينطلقون من خلاله ما يزعمون من التوحيد إلى قتل الأبرياء وإلى هتك الحرمات وإلى الظلم والاعتداء على الآمنين، قتل الأبرياء، قتل النساء، قتل الأطفال بلا هوادة بلا رحمة، من خلال السيارات المفخخة، من خلال العبوات الناسفة، من خلال الصواريخ والطيران. هذا هو التوحيد بنظرهم. التوحيد هو توحيد أمير المؤمنين، والعبادة هي عبادة علي بن أبي طالب التي يقول فيها: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. الدين الحقيقي والتوحيد الحقيقي والعبادة الحقيقية هي تلك التي أرسى قواعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشاركة أمير المؤمنين الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان هارون لموسى. فقد قرأنا في الرواية التي جاءت عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه في نزول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والتي يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه في ملخصها: أني كنت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي يصلي والنبي جالس ينظر، إذ دخل سائل من المسلمين من فقراء المسلمين فطلب من المسلمين شيئا فلم يعطيه أحد، فرفع طرفه إلى السماء وهو يقول: اللهم اشهد إني قد سألت المسلمين في مسجد نبيك فلم يعطني أحد. وكان علي سلام الله عليه راكعا وبخنصره اليمنى خاتم، فأومأ إليه بخنصره، فجاء الأعرابي أو جاء ذلك السائل وأخذ الخاتم من إصبع أمير المؤمنين سلام الله عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر، فرفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم إن أخي موسى دعاك، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي.
اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. فاستجبت له دعاء وقلت سنشد عضدك بأخيك فلا يصلنا إليكم. وإني أسألك وأدعوك أن تجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به ظهري، أشدد به ظهري. فمن فتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه إلا وجبرائيل عليه السلام هابط عليه وهو يقول يا محمد اقرأ، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فتلاها النبي حامدا شاكرا لله تبارك وتعالى. علي عليه أفضل الصلاة والسلام بحر خضم لا يدرك قعره ولا يمكن للأقلام ولو اجتمعت ولا يمكن للمفكرين ولو تظاهروا مع بعضهم أن يحصوا فضائل أمير المؤمنين وأن يقفوا عند ساحل البحر. علي بن أبي طالب كما يقول ابن أبي الحديد في مقدمة شرح النهج، ولقد بلغت فضائله من العظمة والاشتهار والانتشار مبلغا يسمج معه التعرض لذكرها يقبحه والتصدي لتفاصيلها. فكانت كما قال أبو العيناء لعبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل والمعتمد: ورأيتني فيما أتعاطى من وصف فضلك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على الناظر، إلى أن يقول: وكنت كالمسك كلما انتشر كلما كتم انتشر عرفه، إلى آخر كلمته الطيبة. وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كما يقول ابن النظام: محنة على المتكلم، إن وفاه حقه غلا وإن بخسه حقه أساء. والمنزلة الوسطى دقيقة صعبة المرتقى دقيقة الوزن إلا على الحاذق الذكي. علي بن أبي طالب محنة على المتكلم، يقف المتكلم أمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو في حيرة من الولوج في هيبة أمير المؤمنين وفي شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. أفى أعداؤك فضائلك يخفي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يخفي أعداؤك فضائلك حقدا وحسدا ومحبوك خوفا، ويظهر بين ذين وذين ما يملأ الخافقين. يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. وعند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يقف الكل في صمت في ذهول. الشخصية التي لا يمكن لأحد أن يتحدث عنها إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا أبناء أمير المؤمنين الذين يأخذون العلم عن النبي. كيف لمتحدث بسيط، كيف لمتكلم، لإنسان عادي أن يتحدث عن أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين
صلوات الله عليه مشروع الإسلام، مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكنك أن تجد ذلك مفصلاً في القرآن الكريم، تجد أمير المؤمنين في القرآن. إذا قرأت العدل، وإذا قرأت الحكمة، وإذا قرأت الاصطفاء، وإذا قرأت الإرادات الإنسانية، الإرادة الإنسانية ودور الإرادة الإنسانية في عرقلة الدين وتقدم الدين وتقدم الأنبياء، وإذا قرأت الهوى وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل الأهواء معبودة من دونه، وكأن القرآن فيما يبين من أن من هناك من الناس من يعبد الله، وهناك من الناس من يعبد الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وواضح كل الوضوح أن القرآن يبين أن الناس على صنفين، والبشرية على صنفين، منها من يعبد الله تبارك وتعالى ويوحده كما أمر وكما جاءت به أنبياءه، ومنها من يعبد الأهواء. وإذا قرأت في القرآن الكريم خطر الأهواء وخطر الإرادات وعمل الإرادة الإنسانية والأهواء الإنسانية على أن تعرقل أو تؤثر حتى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يمضي قدما في تحقيق مشروعه من تحكيم الله عز وجل وتحكيم شرعه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، واحذرهم ليتبين من خلال ذلك أن الله تبارك وتعالى، اقرأوا ذلك في سورة المائدة، أن الله تبارك وتعالى يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقع تحت تأثير الأهواء القوية الخط التي تمثل تيارا، حتى في عصر النبي، إذ يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمر الذي يبين لنا بكل وضوح أن هناك تيارا كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وآله، هذا التيار كان يعبد الهوى، وأكثر من ذلك كان يحاول أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويثنيه عن المضي قدما في تنفيذ مشروعه الذي أمر به من تحكيم الله وتحكيم شرع الله. يحذره النبي من هذا التيار، إذ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأوا أن المؤمنين الموحدين المخلصين الذين باعوا أنفسهم لله والذين صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يستعدون ليكونوا ضمن جيشه في أي غزوة يدعوهم أو لأي غزوة يدعوهم، جاءوا إلى النبي ضمن خطة تآمرية محكمة، جاءوا إلى النبي ليحاولوا أن يبعدوا عنه تلك العصابة، تلك النخبة من المؤمنين. فقالوا: يا رسول الله، لو أنك أقصيت هؤلاء أو أبعدت هؤلاء قليلا أو نحيتهم عنك قليلا لنجلس إليك
ولنستمع إلى أقوالك وهم يعتقدون أن النبي سيصغي لهم باعتبار أنهم الكبراء وأصحاب رؤوس الأموال والشخصيات التي أطرت أنفسها بأوهام وبأطر مزيفة، ولكن الله تبارك وتعالى الذي لم يبرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرشده ويسدده ويؤيده، إذ نزل عليه جبرائيل بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هذا التيار الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخطط لإضعاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مشروع النبي كان أقوى. هذا المشروع الذي يمثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجه هذه الإرادات وبوجه هذه القوى وبوجه هذه العبادة التي هي عبادة الأهواء، هذا المشروع لا بد وأن يكون له امتداد، لا بد وأن يكون له امتداد يستمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليحسن المسيرة وليحسن الوحي وليحسن التشريع الذي أنزله الله عز وجل ويبعده عن الأهواء. هذا المشروع النبوي امتداده علي بن أبي طالب، امتداده الذي يحافظ على الإنجاز النبوي، على الإنجاز الإلهي الذي تمثل في القرآن وفي التشريع هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهذا أمر لا يخفى، وهذا أمر لا ينبغي أن يخفى على أحد، على ذي لب، على ذي عقل، على ذي نظر ينظر في الإسلام، وإلا كيف عادت الأهواء لتحكم من جديد؟ هذا مشروع الله، مشروع رسول الله، مشروع علي وأبناء علي صلوات الله وسلامه عليهم، وتعالى إلى المشروع. وقارن بينهما أيها العاقل، قارن بينهما أيها العاقل. لا نريد أن ندخل فيما كان في زمن الخلافة من استفحال الأهواء وحكم الأهواء والتخبط، تخبط عشواء، وهو طبيعي ولم يكن معصوما. لا نريد أن ندخل، وهي دقائق محددة وقليلة، فيما حصل في زمن الخليفة الثالث، ولكننا نسأل فيما بعد. حرب الجمل، حرب الجمل وما وقع فيها من الضحايا. حرب الجمل كانت بعد 26 سنة من وفاة رسول الله، من الهجرة، من هجرة رسول الله. حرب الجمل وقع فيها عشرات الآلاف، على الأقل 30,000 من المسلمين من الصفين، سالت دماؤهم على أرض البصرة وراحوا ضحايا، وترملت نساءهم وتيتمت أولادهم وخسرهم العالم الإسلامي، وكانت نكبة نفسية غير النكبة المادية. النكبة المادية البشر، الله عز وجل كتب عليه الموت، يموت بالقتل أو يموت على الوسادة على كل حال، ولكن الأبعاد النفسية لهذه النكبة وما فتحته من الأبواب، من أبواب الحروب المستقبلية، الجرأة التي كانت على الله. أسألكم بالله وأسأل كل عاقل منصف مسلم، ما هو منطلق تلك الحرب؟ وأي معبود عبد بها؟ أفغير الأهواء
من جواب يجيبني به أحد. أفغير عبادة الهوى؟ إنها عبادة الهوى. طلحة والزبير بايعوا علي بن أبي طالب بالمدينة، ثم جاء يستأذنانه في المسير إلى مكة لأداء العمرة، فأذن لهما. وعندما توليا عنه، عندما توليا عنه يعني أجبرا ومشوا وانصرفوا عنه، قال: والله ما العمرة أردتما، وإنما أردتما الغدر. وراح. وفي الطريق بين مكة والمدينة التقيا أم المؤمنين عائشة، فسألتهما، قال: قتل عثمان. قالت: الحمد لله الذي أراح البلاد والعبادة منه. من بويع من بعده؟ وكانت تظن أن عبد الرحمن بن عوف اللي هو ابن خالها أو ابن خالتها هو الذي سيفعل. قال: بويع علي بن أبي طالب. أطرقت ثم قالت: لقد قتل عثمان مظلوما، والله لأطالبن بدمه. ثم قفلت راجعة معهما إلى مكة، ومن هناك إلى البصرة. وكانت الكارثة التي حلت بالإسلام وبالمسلمين، علي بن أبي طالب لم يكن جديرا بالخلافة بنظر أم المؤمنين ولا بنظر طلحة، مو جديرا. علي سلام الله عليه الذي يقول: متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أخرى إلى هذه النظر؟ لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إفطاروا إلى آخر كلام. علي ليس بجدير بأن يكون خليفة في تلك المرحلة الزمنية بعد تلك الفتنة الكبيرة التي عصفت بالخلافة، عصفت بالواقع الإسلامي. علي مو جدير بأن يكون خليفة. أبوا على علي أن يكون خليفة. عبادة الله هذا أم عبادة الهوى والشيطان؟ عبادة الشيطان. وما الذي أفرزه هذا الخط؟ علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان. اسأل أي منصف، أي منصف طبعا، أي منصف عادل يخاف الله عز وجل، قل له: أيمكن مقارنة معاوية بن أبي سفيان بعلي بن أبي طالب؟ ثم بعد ذلك يأتي من بعده يزيد والحسين، ثم يأتي مروان مثلا وعلي بن الحسين، بعد ذلك يجي هذا الخط، خط مروان وعبد الملك ابن مروان والوليد ابن عبد الملك، وهكذا وهلم جر. هذا شنو؟ هذا هو الإسلام. واضح القضية حتى وصلنا إلى هذا الواقع الذي نحن فيه الآن. حتى وصلنا هذا الواقع، واقع ما نشاهده من الظلم، من الدواعش، من الجريمة، من القتل، من القتال، طاحونة القتال التي تطحن بالمنطقة، بالمنطقة هذه المنطقة التي حباها الله عز وجل بعلي وبالتشيع لعلي منذ 1980. 1980 هذه صار، هذه السنة 80 و90 و2000 و2010 هذه طاحونة القتل كلها في هذه المنطقة، المنطقة التي خصها الله بولاء علي سلام الله. لكن الحمد لله، يقول الحمد لله، لو لم يكن التشيع قويا لما كانت هذه الحروب، لكنه عندما قوي عوده وصلب كان ما كان من هذا الوقت. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فوق أن يتحدث عنه الناس، لأنه مشروع الله عز وجل، وفيه وقد جاء فيه من القرآن الكريم الكثير الكثير من الآيات المباركة التي لا يسعني التعرض لها. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، سلام الله عليك حين ولدت تلك الولادة الوحيدة في تاريخ التوحيد في بطن الكعبة، في قلب الكعبة، وهي كما أشرت في بداية الحديث إشارة وكناية إلى أن علي بن أبي طالب هو محور توحيد الله، وهو الذي سيدافع عن التوحيد. سلام عليك يا أمير المؤمنين، وأنت
تولد في بيتنا، وسلام عليك حين استقبلك النبي صلى الله عليه وآله بعد أن خرجت بك أمك من بطن الكعبة واحتضنك ووضع إبهامه في فمك لتمتص من رحيقه المبارك، ولتكون أول شيء تلتقمه بفمك ويختلط بدمك وبجسمك هو ماذا؟ جسم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه التربية التي يشير إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسدا، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. سلام عليك وأنت تظلم، وأيما ظلم ظلمت، وطفقت أرتئي بين أن أصول بية جذاء أم أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربا، فصبرت وفي العين قدر وفي الحلق الشجاع أرى ترافي نهما. وسلام عليك وأنت تجاهد وأنت تقاتل، وسلام عليك يوم ضربت في محرابك بسيف ابن ملجم، وسلام عليك وأنت تودع الحياة بقولك فزت ورب الكعبة. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والكعبة طلقت بيك وامك للمراجل قدمت خدمة، يل من أجل دينك ما يمنعك موت، وراسك للسيوف بكفك تقدمه، نشدنا الأمة عنك حارت بمعنى، اش تريد تقول وانت بمفردك أمة، ونشدنا البحر وش الماية مني الخوف، ونشدنا الجبل لكن ما نطق كلمة، الجبل بقمة وحدة وانت يا مولاي نبهامك الحد هامت القمة. شي جازيك ربك بالحشر مولاي، وذا خيرك قل لي شراح تتمنى، حتما بالقيامة الجنة تتمناك، بس والله قليلة بحقك الجنة. صل على محمد وآل محمد. الفقرة التالية مشاركة لشاعر أهل البيت أبو غيث المياحي مع الشعر الشعبي، نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أيامكم إخوتي وأخواتي بهذه المناسبة العطرة، ألا وهي ولادة سيد الوصيين وإمام المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. راح أبلش بالقريب مذ أبصرت النور عيوني، في سمعي اسم يتردد، خطت أمي فوق قماطي يا حيدر بالكحل الأسود، وأبى أسقالي وأبي أسقالي ما كتبت، خطت أمي فوق قماطي يا حيدر بالكحل الأسود، وأبي أسقى لي ما كتبت، فولاؤك في قلبي أورد، من مثلك طه أخلفه، من غيرك بالكعبة يولد، شق جدار البيت لفاطم، فالبيت لمثلك لا يوصد، صيرك المعبود صراطا،
يعبره من كان مسدد أعداؤك رشدا ما غنموا منك عليا من ذا أرشد أعداؤك رشدا ما غنموا منك عليا من ذا أرشد مذ ذاك علي قاهرهم وسماؤهم ظل ملبد أيتامهم آل سدود أيتامهم آل سعود هدموا باسمك ركن المعبد قتل بلادي بدم بارد كفر شعبي بدم أبرد قتل بلادي بدم بارد كفر شعبي بدم أبرد هجر قومي قسم وطني فقري يشكو بلد العزجد هجر قومي قسم وطني فقري يشكو بلد العزجد بنهن ظلت درب صواب بنهن ظلت درب صواب بقلوب حقدا تتوقد أولادك حشد شعبي لولاه لما رب يعود أولادك حشد شعبي لولاه لما عبد الأوحد مفتاح للجنة أنتم من يكرهكم قطعا يطرد مفتاح للجنة أنتم من يكرهكم قطعا يطرد لولاك أرى نفسي عبد ما زلت لعزة أتعبد يهتك ستر تورث زوج وبلا ذنب بنت توعد فيك ضياء الله تجلى حسبك أنك صهر الأحمد أمي خطت وسقاه أبي أورد ذاك الكحل الأسود لولاك أرى نفسي مسخ ما زلت لعزة أتعبد ما زلت لعزة أتعبد يا وليد الكعبة يلي رحمة ربك دزهلي طوف حجاج الله مهدك واضح الأمر يا وليد الكعبة يلي رحمة ربك دزهلي طوف حجاج الله مهدك واضح الأمر وجلي عزبك رب الجلالة وبيك رايد يختلي علمك أسرار علمه وقلدك وصف الولي الملائك لو انتعثر تنتخب غيرة علي الملائك لو انتعثر تنتخب غيرة علي منه الذي عليك يساوي النعل جدمك جيبلي منه الذي عليك يساوي النعل جدمك جيبلي ما نخت مريم عداك وصحت بشر الدليلي يا رب القال انت رابع وحيدر انت الأول يا رب القال انت رابع وحيدر انت الأول سورة الأحزاب تشهد من قلت عفوهي يا نجوم الكون شهدوا يا سماء تزلزلي ومن طلبت رخصة تنزل العادل أصبح مائلي وبيها عض الضوب وبيها عض الثوب ينشد منين درب المنزلي بالموازن بس وقارك صاحل من نازلي وكثنية وين التمنى بعرف ليت طلي قل خيش والرطالة هات شيل الشيل العامر اللي وفات بينا الدين رد الأولي العامر اللي وفات بينا الدين رد الأولي ربك الأصنام عندي بجيب عزة وهبل ربك الأصنام عندي بجيب عزة وهبل وبالغنائم زلم صارة وهذا ليك وذاكلي يرعد يرعد على الروس سيفك يمحي جهل الجاهل وكبر المعروف صوته الغبرة قامت تنجلي وصوت وصوت طاها فخر صاح وصوت طاها فخر صاح لا فتى إلا علي لا تساويه ويا ربعك واستمع فيما يلي بقلب غير اثنين ماكو لو علي لو بس علي بقلب غير اثنين ماكو لو علي لو بس علي والسلام عليكم عن أبي علقمة مولى بني هاشم قال صلى بنا النبي الصبح ثم التفت إلينا فقال معاشر أصحابي رأيت البارحة عمي حمزة بن عبد المطلب وأخي جعفر بن أبي طالب وبين أيديهما طبق من نبق فأكلا ساعة ثم تحول النبق عنبا فأكلا ساعة ثم تحول العنب رطبا فأكلا ساعة فدنوت منهما وقلت بأبي وأمي أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل
قال فديناك بالآباء والأمهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسقي الماء وحب علي بن أبي طالب. أنا من نشتم يتيم أشتم هواك أوريت بعطرك يا حيدر تنملي، وأنا من نشتاق لك أشبك فقير بيها حس تشني شبكتك يا علي. وعلى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مسك الختام لي كلمة لسماحة الشيخ متخلل الحبل نستقبله محفوفا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامكم ومبارك لكم هذه الليالي ذكرى ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك ذكرى ولادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة ما كان من البرنامج أنا كنت أتوقع أن السيد يطيب الحديث أكثر قليل والأخوة الشعراء أيضا يتفضلون عليه بزيادة، ولكن ما دام وجدت مقدار من الوقت لا بأس أنه نذكر أيضا ولادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه اللي هي في العاشر من شهر رجب، وكانت بالأمس، اليوم 11، وبالأمس كانت. والإمام الجواد سلام الله عليه تاسع أئمة الهدى أيضا يستحق أن نحتفي ونحتفل بذكرى ولادته. طبعا قبل أن نتحدث عن قليلا عن ولادته، هذا إحنا من باب ذكر أهل البيت عليهم السلام عبادة، وكل عمل لخدمة الناس هو أيضا عبادة. أعطاني أخونا الحاج أبو مصطفى هذا الإعلان، لا بأس نقرأ وعدناه إن شاء الله ننتهي فرصة ونقرأ هذا الإعلان. بمناسبة حلول شهر رجب الأصاب، يسر مبرة الشاكري للتكافل الاجتماعي أن تقدم محاضرة عن عنوان أمراض السرطان وقاية وعلاج في الطب البديل للأستاذ السيد أحمد الياسري على قاعة منتدى الخيرات في كريكلود اللي يعرفونه في نفس المبنى مبنى المجلس، وستعرض هناك عدة منتجات للبيع لها علاقة بالصحة العامة للإنسان. طبعا هذه تكون للعمل الخيري ودعم المبررات إن شاء الله. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه كما قلت حادي تاسع أئمة الهدى عليهم السلام، وحادي عشر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. لعل أبرز ما يميز سيرة الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الجواد أنا ذكرت هذه سبق لسان، الإمام الجواد سلام الله عليه أبرز ما يميز حياته أمرين. الأمر الأول هو تولي الإمامة طفلا صغيرا وفق المقاييس، وهذا طبعا سبب إشكال وشبهات لدى المخالفين ولدى بعض الموالين أيضا، أن يتولى طفل صغير عمره 7 سنوات فقط يتولى الإمامة مقاليد الإمامة، هذا أمر يصعب على كثير من النفوس. احنا اليوم بذكر أمير المؤمنين عليه السلام، واحد من الأسباب التي دفعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقصى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان شابا، وأمير المؤمنين كان في الثلاثينات من عمره 33، لكن في مقاييس القبلية الجاهلية ما تتقبل أن يتصدى إلى الحكم شاب صغير فيه دعابة كما يعبر أحدهم. نعم، وإلى الآن فكانوا يقدمون الشيوخ
الشيخ الكبير هو الذي يتقدم لزعامة القبيلة، كانوا يتعاملون هكذا مع الخلافة، خلافة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ومقام الإمامة أن المنصب هو أشبه بزعامة القبيلة، يجب أن يتصدى له الشيوخ، في حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يربي الأمة على هذا المبدأ. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة واستتب الأمر في مكة، أراد أن يعين شخصا ليكون يؤم الناس في الصلوات ويدير شؤون مكة بعد عودة النبي إلى المدينة، فاستشار النبي، كان يبحث عن شخص، فجاء من أشار على رسول الله، قال: يا رسول الله، ولي على مكة شيخا من شيوخ قريش، فالأكبر هو الأفضل. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل هو الأكبر، وفعلا ولى على مكة شاب من شباب المؤمنين، عتاب بن حضير وكذا اسمه، عتاب، شاب صغير، كلفه بمهمة إدارة شؤون مكة والصلاة للناس في مكة، فثقل ذلك على الشيوخ الكبار. فكيف يأتي الزمان لإمام عمره 7 سنوات ويتصدى للإمامة؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي هذه الأمة، الذين أشكلوا على إمامة الإمام الجواد عليه السلام كأنهم تناسوا القرآن الكريم وتناسوا سيرة الأنبياء، أن عيسى عليه السلام الله آتاه النبوة وهو في المهد، قال: إني رسول الله وجعلني نبيا، جعلني نبيا وهو في المهد، كان يخاطب الناس ويقول: جعلني نبيا. ويحيى بن زكريا عليه السلام وأعطيناه الحكم صبيا، كان صبيا أيضا تقريبا 9 سنوات أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة وأعطاه الحكم. فإذا أن يؤتي الله سبحانه وتعالى طفلا صغيرا كعيسى عليه السلام ويحيى بن زكريا مقام النبوة، والتي هي في مقاييس الآخر أعظم من الإمامة، في مقاييس الآخر النبوة أعظم من الإمامة. فإذا الله سبحانه وتعالى آتى مقام النبوة لطفل صغير، فمن باب أولى أن يؤتي الإمامة لطفل صغير، هذا أولا. وثانيا، هذا الطفل الصغير في نظر عوام الناس أثبت جدارة في إدارة الأمر، ليس فقط للمخالف بل حتى للموالي، بعض الموالين كانوا في حيرة من الأمر، ولكن نجاتهم من الهلكة ومن الضلال كانت بالاختبار. ومعلوم أن المأمون بعد أن اغتال الإمام الرضا عليه السلام وخاف ردة الفعل من الجمهور أتباع أهل البيت عليه السلام، استدعى الإمام الجواد وقربه وأراد أن يزوجه في القضية المعروفة، فاحتج كبار بني العباس على هذا الزواج، فطلب منهم، قالوا: كيف تزوج ابنتك لطفل صغير لا يحسن شيء؟ فقال: اختبروه، امتحنوه. وفعلا عقدوا له المناظرات، ليس مناظرة واحدة، مناظرات. فكان الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه ليس فقط يجيب على الأسئلة، وإنما كان يفرع تلك الأسئلة إلى فروع بحيث يحار فيها المناظر. كبار العلماء يحيى بن أكثم وغيره يحتار في ما يفرع الإمام، ثم يتصاغرون أمام الإمام الجواد عليه السلام في ذلك العمر المبكر، ويطلبون منه أن يجيب عن هذه الأسئلة التي فرعها الإمام، وأن يستفيدوا مما عند الإمام من علم، ويقر له بالإمامة. وفعلا أثبت جدارة وأثبت إمامة بقوة الحجة والدليل، هذه النقطة الأولى. والنقطة الأخرى أن التي تميز بها الإمام الجواد سلام الله عليه هو قصر عمره الشريف. عمر الإمام الجواد 25 عام، ما تجاوز 25 عام، ولادته 195 وشهادته 220، 25 عام، وكانت إمامته 17 عام، عاصر خلال هذه الفترة
المأمون والمعتصم، اثنين من حكام بني العباس، المأمون والمعتصم، وكانت شهادة على يد المعتصم الذي ما استطاع أن يتحمل وجود الإمام ذلك الشاب الذي هو في العشرينات، ولكنه استقطب قلوب المسلمين بعلمه وحلمه وسمته وما كان يقدمه للأمة من هدي نبوي يستقطب ويستحوذ على قلوب الناس، ولذلك ما استطاع تحمل هذا الموقف وبادر إلى اغتياله من خلال استغلال وجود ابنة أخيه ابنة المأمون أم الفضل، التي هي الأخرى بدورها كانت تعيش حالة من الحقد والكراهية للإمام الجواد لسبب أنه الله سبحانه وتعالى رزقه الولد من غيرها وحرمها أن تنال ذلك الشرف أن تكون أماً لإمام من هذا الإمام، فطلب منها أن تبث له السم، وكانت شهادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الإمام الجواد باختصار شديد من باب التبرك وإحياء الأمر، فسلام عليه يوم ولد ويوم عاش داعيا إلى الله وهاديا لخلق الله ومزكيا للنفوس رغم الظروف الصعبة التي عاشها من حصار ومراقبة وتضييق، ولكنه أدى الأمانة، حمل تلك الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه، ولقي الله مؤمنا صادقا مصدقا لما جاء به جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فسلام عليه وعلى آبائه الطاهرين وعلى أبنائه المعصومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن صحت الرواية يروى بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه دخل يوما على فاطمة الزهراء سلام الله عليها فوجدها تستاك بمسواك، فأنشد بيتين من الشعر إن صحت الرواية: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل الرجال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. صلوا على محمد وآل محمد. مسك الختام للمداح عباس يوسف، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أتقدم لكم جميعا بتهنئة حارة جدا بمناسبة ولادة سيف الله الأكبر أمير المؤمنين حيدر، على ذكره صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ، عندنا تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة. قبل ما أبدأ، أمير المؤمنين يستاهل صلوات أكثر، صلوات بصوت أرفع، لذلك تخيل روحك في النجف الأشرف ووصلها إلى هناك بأعلى أصواتكم، صلوا على محمد وآل محمد. وتغسيلي وتكفيني
يرويني. فرح لازم نذيعه بزغ نور الشريعه فرح ل...
السادة من البارع أخذ نورا وبهاء من البارع أخذ نورا وبهاء حصل أعظم سيادة علي سر العلي في كبرياء وصية في عبادة وصية في عبادة علي بحب رضينا على نهج ربينا علي بحب رضينا على نهج ربينا نعيش احنا بربيعه بزغ نور الشريعه نعيش احنا بربيعه بزغ نور الشريعه هلا بمولد ولينا علي منجي السفينه هلا هلا بمولد ولينا علي منجي السفينه الفرح لازم نذيعه بزغ نور الشريعه جمال الكون في حدر تحله من شعب جماله وبالكعبة انولد فيها تجله وبالكعبة انولد فيها تجله بدر اعلن كماله والبدر اعلن كماله في مثل شمس الضحى وبحسنا احلى مثل شمس الضحى وبحسنا احلى ابد ماكو مثاله سمو في حدر تعلّه سمو الذات في حدر تعلّه تفرد في البسالة تفرد في البسالة ولد خير البرية علي حامي الحمية ولد خير البرية علي حامي الحمية خسر كل من يبيعه بزغ نور الشريعة خسر كل من يبيعه أصيح بكل هيامي ولد حدر إمامي أصيح بكل هيامي ولد حدر إمامي ولد زوج الشفيعة بزغ نور الشريعة ولد زوج الشفيعة بزغ نور الشريعة هلا هلا مولد ولينا علي منجي الشفيعة هلا بمولد ولينا الفرح لازم نذيعه بزغ نور الشريعه هلا بمولد ولينا علي منجز هلا 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 بمولد ولينا صيح يا علي قسم بالبيت ذاك انت بصدى الحجاج قسم باللي انعرج لبليلة المعراج علي الغيرك أبد لا ما يلوق التهاج علي الغيرك أبد لا ما يلوق التاج مفصلين والتاج عليك مفصلين والتاج الوضع فوق التاج احجيها بصراحة وماكو اي احراج احجيها بصراحة وماكو اي احراج وهو تاج الولاية الحيدرة يحتاج وتبارك التاج بحيدر وتبارك التاج حيدر وتبارك التاج حيدر
بحق امير المؤمنين كل دعواتنا مستجابه يا الله. حبك يا علي يزيد الكدر يزيل الكدر والهم. عفوا حبك يا علي يزيل الكدر والهم. ومن دق القلب باسمك علي تكلم والضدك طبيعي يدخل. وإن ضدك طبيعي يدخل جهنم وأحبابك الطب للجنة. وأحبابك الطب وأحبابك الطب يا الله يا الله يا الله. بحق أمير المؤمنين بحق حيدر الكرار يا الله. أجب دعاءنا يا الله وانصر المظلومين في كل مكان في العراق في اليمن في سوريا في البحرين يا الله. بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واستجب دعاءنا قبل أن نخرج من هذا المكان يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد ننتهي الحفل بصلاة على محمد وآل محمد.